هذا الشيء لإهداء من الأستاذ عبد الله بن راجي الوقداني العتيبي وأبنائه للخريج عبد الرحمن بن خلف البلوي. هذا الطوارق القصيد في محفل الحر الفريد، واليوم هذا يوم عيد، يوم التخرج والنجاح. مبروك يا شبل الرجال متخرج والراس عبد الرحمن يلي بالفعل نلت الأماني والفلاح. قصايد شيء هذا الطوارق القصيد في محفل الحر الفريد، هذا الطوارق القصيد في محفل الحر الفريد، واليوم فعلك ولا حد يجهل لك قدر عالي.